عندما قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لم يرف لي جفن، على الرغم أن قوى المعارضة أنذاك نجحت في تجييش تظاهرة ضخمة ملأت ساحتي الشهداء ورياض الصلح اعتراضا على سياسته، لم يأتي ذلك التصريح وليد الصدفة، لأن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت قائمة على دعمه، وهذا ما تثبته اليوم الوثائق الأمريكية المسربة عبر موقع ويكيليكس. الزمان 24 تشرين الثاني 2006، المكان تل أبيب، رقم الوثيقة 4605، كاتب الوثيقة القائم بالأعمال جين كريتس. الحدث لقاء بين الجنرال جابي أشكينازي ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب فرانسيس تاونسند. قال أشكينازي لتاونسند إن استراتيجية إسرائيل تقوم على تقوية السنيورة وقوى 14 أذار حتى يتمكنوا من الوقوف بوجه حزب الله. وحذر أشكينازي من أن هناك الآن سباقاً بين حكومة السنيورة وحزب الله على قلوب وعقول الشيعة في الجنوب. وبحسب أشكينازي فالعنصر الأساس يكمن في اقتلاع المنظمات الإرهابية، وهذا ما يتطلب في حالة لبنان دعم حكومة السنيورة. الجمعة في ويكيليكس، ميشيل سليمان لا يريد للجيش اللبناني أن يواجه إسرائيل.